أينما كنتم سادتي المشاهدين أحييكم وأرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من نشاطات العتبة الحسينية المقدسة، أهلا بكم. تحية طيبة سادتي المشاهدين، نبدأ هذه الجولة من الأخبار الاقتصادية. التباحث والتناقش في بعض القضايا والإشكالات التي تخص استراتيجيات التحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد متعدد الموارد، جاء ذلك من خلال المؤتمر العلمي الأول الذي عقدته كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة وارث الأنبياء عليهما السلام لمناقشة أهمية التنويع الاقتصادي ولتقدم البلد. المؤتمر الذي شهد مشاركة أساتذة مختصين في هذا المجال ومن مختلف الجامعات العراقية، ركز في بحوثه المطروحة على أهمية توظيف العلوم الإدارية والاقتصادية بشكل عملي لتطوير الأداء الحكومي. محمد العطار. تقليل الاعتماد على الريع النفطي والتوجه نحو التنويع الاقتصادي وتعزيز اقتصاد المعرفة للنهوض بالاقتصاد العراقي أهم محاور المؤتمر العلمي الأول الذي عقدته كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة وارث الأنبياء عليه السلام، من أجل تحقيق جملة من الأهداف والتي من أهمها توظيف العلوم الإدارية والاقتصادية في مناخ الأعمال بمشاركة نخبة من الأساتذة في هذا المجال من مختلف الجامعات العراقية. المؤتمر العلمي الأول لكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة وارث الأنبياء بحضور نخبة كبيرة من أساتذة الاقتصاد والإدارة، وجاء المؤتمر في 5 محاور تهتم بالمحاسبة والإدارة والاقتصاد والإحصاء والعلوم المالية والإدارية. البحوث كانت متنوعة ومختلفة في كما ذكرت لك في المجالات الإدارية والاقتصادية والعلوم المالية والمحاسبة. بالمقابل أكو مشاكل تحتاج إلى حلول من أو استشارات تمكن متخذ القرار في الحكومة باتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة التي تعالج تلك المشكلات. المؤتمر يستمر لمدة يوم واحد، قسم إلى 5 جلسات بحثية، حيث شهد مناقشة أكثر من 90 بحثا علمي، وخرج بجملة من التوصيات للجهات ذات العلاقة للأخذ بها وتطبيقها على أرض الواقع والاستفادة من آراء الباحثين لتطوير الأداء الحكومي. كان بحثنا يتناول موضوع تنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، مقومات لإصلاح الاقتصاد العراقي كسياسات مقترحة وخيارات استراتيجية. حقيقة أكدنا في هذا المجال أول مرة شخصنا الاختلالات الهيكلية اللي يعاني منها الاقتصاد العراقي، وهي حقيقة تشخص بكلمتين بالمرض الهولندي الدتش ديزيز، بمعنى اضمحلال القطاعات الإنتاجية وتطور القطاع النفطي على حسابها، وبالتالي أدى إلى تراجع النمو والتنمية على حد سواء. باحثون وأكاديميون أعربوا عن أهمية عقد مثل هكذا مؤتمرات علمية تسهم بتقديم الحلول التي تستند على مصادر ودراسات علمية، أضافة إلى تلاقح الأفكار بين الأساتذة عبر مناقشة بحوثهم التي تنوعت مواضيعها والنتائج الأخيرة التي توصلوا إليها. ويهدف المؤتمر إلى وضع الدراسات والحلول للمشكلات التي تواجه الاقتصاد العراقي والخروج برؤى اقتصادية من خلال توظيف العلوم الإدارية والاقتصادية في مناخ الأعمال، مما سيخلق بيئة ملائمة للنشاط الاقتصادي وتوفير أرضية صالحة للفرص الاستثمارية. لقناة كربلاء الفضائية، محمد العطار، كربلاء المقدسة. أهمية استثمار الوقت والارتقاء بالمستوى الفكري للفرد، هذا ما تعمل عليه الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة من خلال مسابقة حفظ خطبة السيدة زينب عليه السلام، إذ شهد الصحن الحسيني الشريف إقامة حفل لإعلان نتائج المسابقة للفتيات من 13 محافظة والتي نظمها مركز الحوراء زينب عليه السلام التابع للعتبة الحسينية المقدسة. المسابقة التي تميزت بإحراز عدد كبير من المتسابقات للدرجة الكاملة. إثل الخفاجي معه المزيد.
سيدتنا ومولاتنا الصديقة الصغرى. هذه المرة ليس هنالك فائز أول وثاني وثالث كما هو المعتاد في المسابقات، بل تجاوز العدد مئات الفائزات ممن أحرزن العلامة الكاملة، ووضع اللجنة التحكيمية في حيرة كبيرة بسبب أداء المشاركات المتميز ضمن مسابقة حفظ خطبة السيدة زينب عليها السلام، والتي أقامها مركز الحوراء زينب لرعاية الفتيات التابع للعتبة الحسينية المقدسة. واستمعت إلى الصغيرات وهن يقرأن الخطبة بكل حماسة، هذه الخطبة تترسخ في أذهانهن وتعطيهن الشعور بأنه يقفن في وجه الظلم وفي وجه الاستبداد، وتكون قدوتهن السيدة زينب سلام الله عليها. المسابقة تضمنت مشاركة أكثر من 1200 فتاة من مختلف محافظات العراق تحت إشراف لجنة تحكيمية مختصة ليعلنوا عن فوز 300 متسابقة. رقية محمد من أبرز الفائزات أوضحت أن الهدف من المشاركة في هذه المسابقة هو لاستلهام الدروس والعبر من سيرة حياة السيدة زينب عليها السلام والتزود من صبرها في مواجهة مصاعب الحياة. نشكر العتبة الحسينية المقدسة على هذه المبادرة الجميلة والرائعة القائمة في لخطبة السيدة زينب عليها السلام في مجلس يزيد لعنه الله، والتي أيضا تعلمنا أيضا الصبر وتعلمنا الحجاب والعفة التي نقتبسها من سيدتنا بطلة كربلاء السيدة زينب عليها وأعمامها، وكل هذا لم تتخلى عن حجابها ولم تتخلى عن مبادئها وعفتها، بل كانت متمسكة بها وصبرت وراعت الأيتام والأسارة وكانت معهم وكانت هي الصديقة سلام الله عليها. هذه المسابقة هي ليست الأولى من نوعها، بل تستمر منذ سنوات عديدة، كل سنة تختص بموضوع معين يحمل نهج أهل البيت عليهم السلام لتنمية المجتمع الإسلامي بالقيم الرصينة. من كربلاء المقدسة ليث الخفاجي، قناة كربلاء. ضرورة الالتزام بالسلامة المرورية فضلا عن تجنب السرعة المفرطة التي قد يصل إليها السائق إلى جانب عدم الانتباه والانشغال بأمور عديدة تشتت انتباه السائق وتفقده السيطرة على المركبة، جاء ذلك من خلال ندوة توعوية عقدها قسم التنمية والتأهيل الاجتماعي للشباب التابع للعتبة الحسينية المقدسة وبالتعاون مع مديرية مرور كربلاء المقدسة. المزيد في سياق تقرير الزميل أمير عرب. ما يزيد على 10,000 حادث مروري سجل في العام الماضي بعموم محافظات العراق، والأعداد في تزايد مستمر. مختصون عزوا أسباب هذه الحوادث المرورية إلى السرعة المفرطة التي قد يصل إليها السائق، إلى جانب عدم الانتباه والانشغال بأمور عديدة تبعده عن السيطرة على المركبة، وخاصة في ظل التزايد الذي يشهده الشارع بمختلف أنواع السيارات والدراجات. الحوادث المرورية في محافظة كربلاء تشهد بالأوائل الأخيرة محافظة كربلاء المقدسة كثرة الحوادث المرورية التي تحصل بالنسبة للشوارع الرئيسية كذلك بداخل محافظة كربلاء، اللي هي سببها الأول والأخير السرعة الفائقة بالنسبة للمركبات دخول محافظة كربلاء كذلك داخل المدن. أعداد كبيرة جدا من الحوادث سببها عدم الالتزام، عدم التقيد بقانون المرور، كل السرعات الزايدة لسائقي المركبات، كل هذه المشاكل تزيد من الحوادث المرورية. نتمنى أنه أخواننا وسواقنا يلتزمون بقانون المرور بالتعليمات اللي صادرة من مديرية المرور حتى يقدرون يحافظون على أرواحهم وأرواح الناس اللي وياهم. العتبة الحسينية المقدسة ومن أجل الحفاظ على سلامة منسوبيها لم تقف مكتوفة الأيدي، فعملت على إصدار توجيهات تلزم المنتسب أخذ الحيطة والحذر في الطريق فضلا عن أخذ كامل تدابير السلامة، كما أقامت ندوة توعوية تختص بالسلامة المرورية حضرها جمع غفير من المنتسبين والسواق. نظم قسم التنمية والتأهيل الاجتماعي للشباب شعبة التنمية الاجتماعية ندوة تعريفية توعوية خاصة بالسلامة المرورية والتزامات السلامة المرورية لمنتسبي العتبة الحسينية المقدسة بالتعاون مع المديرية العامة لمرور محافظة كربلاء المقدسة. طبعا أكيد هذه الهدف من عندها هو التجديد أو الرقابة على التزام بالسلامات المرورية والتعليمات المرورية حفاظا على أرواح الأخوة المنتسبين في العتبة
العتبة الحسينية المقدسة. هذه المحاضرة ضمنت شقين، الشق الأول اللي هو عمل مديرية المرور الميداني اللي يختص بالغرامات والعلامات المرورية والإرشادية وبيان أنواعها والعقوبات اللي تفرض على المخالفين لهذا القانون، والشق الآخر اللي هو نظام التسجيل، تسجيل المركبات، أنواع المعاملات، أنواع الدراجات، حث المنتسبين على تسجيل دراجاتهم. طبعا شكرا جزيلا لجميع العاملين على هذه الندوة المباركة الذي استفادينا منها من كل الجوانب، وهي التوعية الصحيحة، لأن أكو مواضيع كنا خلينا نقول بغض النظر عنها، الآن اليوم احنا استفادينا من عتها. تأمين سلامة مستخدمي الطريق والحد من الحوادث المرورية، هذا ما سعى إلى إيصاله القائمون على هذه الندوة. من كربلاء، أمير عرب، قناة كربلاء الفضائية. التعريف بماهية الجريمة الإلكترونية ودوافع ارتكابها. أدوات الجرائم الإلكترونية أسباب دعت الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة لعقد ندوة عن الابتزاز الإلكتروني وتعاطي المخدرات في جامعة الزهراء عليها السلام. الندوة وضحت طرق مكافحة الابتزاز الإلكتروني وعقوبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية في القانون وكيفية إنشاء حساب على الإيميل بشكل آمن وبيان مدى خطورة الحسابات الوهمية وما لها من تبعات قانونية. الزميل كرار الحمداني. الابتزاز الإلكتروني آفة خطيرة باتت تنخر في جسد الأسرة، ولم تقل خطورة عن باقي الجرائم، بل باتت لها مخاطر عديدة على المجتمع، والأكثر منها استهداف النساء والفتيات. وللحد من هذه الظاهرة الخطيرة، عقدت جامعة الزهراء عليه السلام للبنات التابعة للعتبة الحسينية المقدسة ندوة علمية للتعريف بأهم مخاطر الابتزاز الإلكتروني والتي ذهب ضحيته العشرات من النساء. طبعا اليوم الندوة مهمة ومهمة جدا صراحة في جامعة الزهراء المباركة، وهي تثقيفية صراحة حول استخدام يعني وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الإلكترونية بشكل عام، وبالتالي إن شاء الله هذه المعلومات تصل أكثر اتساع من المجتمع، هي لحماية طالباتنا وبناتنا وأبنائنا إن شاء الله. الهدف الرئيسي من هاي الندوة طبعا هي تستهدف النساء بصورة مباشرة، الحد من هاي ظاهرة الابتزاز الإلكتروني من أجل توعية بناتنا أخواتنا في كل مفاصل المجتمع على هذه الظاهرة الخطيرة بسبب التطور التكنولوجي اللي صار. برنامج ندوتنا لهذا اليوم هو الابتزاز الإلكتروني. الندوة شهدت مشاركة مختلف المؤسسات الحكومية المختصة وممثلي الأجهزة الأمنية، معرفة عن أهم الآليات التي يمكن استخدامها للتصدي للابتزاز الإلكتروني وكيفية التعامل مع المبتزين في حال تعرض الفرد إلى الابتزاز، فيما بين حاضرون أهمية تلك الندوات للتعريف بتلك الجريمة ومدى خطورتها على المجتمع. تنفيذا لتوجيهات الدكتور اللواء سعد محمد مدير دائرة العلاقات في وزارة الداخلية، وضمن الخطة المعدة لتحصين المجتمع من الظواهر السلبية خصوصا ظاهرة الابتزاز الإلكتروني المخدرات، شاركت هذا اليوم الشرطة المجتمعية بندوة توعوية وتثقيفية في جامعة الزهراء، وذلك من أجل تحصين طلبتنا الأعزاء من هذه الظواهر. المشاركة في مثل هذه الندوات تعطي دافع لهذه الشريحة من الفتيات وخصوصا الطالبات الجامعيات للتصدي إلى هذه الجرائم الخطرة وعدم الخضوع للابتزاز الإلكتروني. ظاهرة سلبية عصفت في المجتمع أنها الابتزاز الإلكتروني، والتي أصبحت عاملا يهدد الأسرة والمجتمع، فيما تسعى المؤسسات الحكومية المختصة للحد من التطور والانتشار. من كربلاء كرار الحمداني، قناة كربلاء الفضائية. وأخيرا سادتي المشاهدين، ونظرا لامتلاكها ثقافة عامة وقدرة على التحدث باللغة العربية الفصحى، فضلاً عن حفظها للشعر والنصوص الأدبية التي تؤهلها إلى إيصال رسالة المكفوفين إلى العالم من خلال خطبتها التي شاركت بها، أحرزت الطالبة المكفوفة زينب حميد في الصف الرابع الابتدائي بمعهد نور الإمام الحسين عليه السلام للمكفوفين وضعاف البصر التابع للعتبة الحسينية المقدسة جائزة المركز الأول بعد ترشيحها في مسابقة الشعر والخطابة
التي أقامتها وزارة التربية. الزميل جلال طالب معه المزيد. نحن من يجهل معظم المجتمع اسم حالتنا، بل يدعوننا بالعمى، فمن نحن؟ نحن المكفوفين. بهذه الكلمات شاركت زينب حميد طالبة الصف الرابع الابتدائي في معهد نور الإمام الحسين عليه السلام للمكفوفين وضعاف البصر بمسابقة الشعر والخطابة الخاصة بوزارة التربية، والتي حصدت من خلالها المركز الأول على مستوى مدارس محافظة كربلاء. زينب لم يكن هدفها أن تحصل على المركز الأول، بل حاولت إيصال رسالة المكفوفين بأنهم قادرون على رؤية الجمال بل وصنع الجمال، وأنهم جزء مهم مساهم في بناء المجتمع. يعني من قبل الأساتذة هم يعني شافوني أنه أنا يعني عندي أمتلك اللغة العربية الفصحى، فخلوني يعني رشحوني على الخطابة والإلقاء والشعر يعني لبنين وبنات. فأنا يعني اللي ساعدني على حفظ ماما وأساتذتي، وأيضا أنا يعني كنت أقرأ بالتليفون ويعني أحفظ الخطبة والمقدمة. الرسالة اللي ردت أوصلها من خلال النص إنه إحنا المكفوفين يعني إلنا فد مكان بالمجتمع، يعني إحنا نقدر كل شيء نسوي. إدارة معهد نور الإمام الحسين عليه السلام للمكفوفين وضعاف البصر أعربت عن ثقتها بالمواهب الكثيرة والكبيرة التي تمتلكها فئة المكفوفين وضعاف البصر، مشيدة بالكوادر التدريسية التي تمنح الثقة لطلبتها بالمشاركة في هكذا مسابقات مهمة. طبعا ما يميز طلابنا في معهد نور الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء هو الحمد لله هم متميزين وسريعين الحفظ. زينب ما عانينا وياها بالحفظ، يعني مجرد سجلنا لها الخطبة صوت سمعتها أكثر من مرة حفظتها بسهولة. أيضا هي كان لها كاريزما خاصة بها، القاها كان جميل، فهذا الشيء اللي أهلها أنه تأخذ المركز الأول على أقرانها من باقي المدارس الموجودة في مركز محافظة كربلاء المقدسة. زينب حميد ليست الموهبة الأولى في المعهد، بل لكل طالب مكفوف فيه موهبة أجمل من الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. قناة كربلاء الفضائية جلال طالب، كربلاء المقدسة. ومع نهاية هذا الخبر سادتي المشاهدين، نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نشاطات العتبة الحسينية المقدسة. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، إلى اللقاء.